السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة عدنا إليكم من جديد لاستكمال شرح منهاج العلوم الحياتية للصف الحادي عشر علمي معكم المعلمة رغدة كمال ملكة وموضوع درسنا لهذا اليوم الأمراض الوراثية الثلاسيميا بداية عزيز الطالب يتوقع منك في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن توضح المقصود بالمرض الوراثي، تشرح مفهوم مرض الثلاسيميا، وتفسر وراثيًا سبب إصابة بعض الأفراد بالثلاسيميا. بداية الأمراض الوراثية، يتعرض الإنسان للعديد من الأمراض الوراثية، فما المقصود بالمرض الوراثي؟ المرض الوراثي هو حدوث اختلالات في صفات الإنسان أو بعض وظائف هذا الإنسان أو تراكيب خاصة في جسم الإنسان. وأسباب هذه الاختلالات يكون نابع عن خلل في الجينات أو خلل في الكروموسومات عددا أو تركيبا بداية أعزائي الطلبة سننوه أن الأمراض الوراثية في جسم الإنسان متعددة منها الثلاسيميا ومنها متلازم الداون والأنيميا المنجلية وسنأخذ في هذا الدرس فقط الثلاسيميا ما المقصود بمرض الثلاسيميا؟ مرض الثلاسيميا سحر مرض خاص لنتعرف على مفهوم الثلاسيميا وما المقصود بها لابد لنا من معرفة أسرار تركيب خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان لذلك أعزائي الطلبة هذا يشكل خلية دم حمراء واحدة واخذنا مقطع منها لتوضيح التركيب الداخلي لهذه الخليه فوجدنا انها تتكون من جزيئات متشابهه تقدر بحوالي 250 مليون جزيء من هذا يسمى الهيموغلوبين اذا السر في تركيب خلايا الدم الحمراء هو الجزيء الهيموغلوبي لنتعرف على تركيب الهيموجلوبين داخل خلايا الدم الحمراء. أعزائي الطلبة، هذه الرسمة توضح تركيب الهيموجلوبين. نلاحظ هنا بأنها تتكون من أربع سلاسل من بروتين خاص يسمى الجلوبين. كل سلسلتين منهما متشابهات ويطلق على اللي فوق ألفا تشين من ألفا جلوبين واللي تحت باللون الأزرق يطلق عليها بيتا تشين أي سلاسل بيتا. وللعلم كل سلسلة من هذه السلاسل المتشابهة تصنع من جين خاص على الكروموسومات الجسمية رقم 11 ورقم 16 لذلك يشترك هذان الجينان لتشكيل جزء الهيموجلوبين بالسلاسل الأربعة المقابلة في هذه الصورة ولنتعرف كمان أكثر كل سلسلة نلاحظ وجود مجموعة خاصة هذه المجموعة تسمى هيم تسمى هي ويتوسط كل مجموعه عنصر الحديد او ذره الحديد اذا سبب التسميه هيموغلوبين هو وجود مجموعه الهيم وتعني حديد باللاتيني ووجود الجلوبين المكون للسلاسل المختلفه فسمي بذلك هيموغلوبين اذا سر تركيب خلايا الدم الحمراء هو جزيء الهيموغلوبين تمام ماذا لو حدث خلل في تركيب الهيموجلوبين؟ ماذا سينتج؟ ماذا سيصبح شكل خلايا الدم الحمراء؟ خلايا الدم الحمراء الطبيعية عندما تكون سلاسل الهيموجلوبين سليمة والأربع سلاسل موجودة سيكون بهذا الشكل القرصي مقعر الوجهين. لكن إذا حدث خلل في تركيب الهيموجلوبين المكون لخلايا الدم الحمراء ستصبح بهذا الشكل المشوه. وهذا الشكل لن تتعرف عليه جسمنا ولا مناعتنا بانها طبيعيه، ستشكل عبء على الجسم ويبدا في التخلص منها. لنرجع الى موضوع درسنا اللي هو خلل الهيموغلوبين. السر انه هذا خلل الهيموغلوبين هو الذي يعتبر مرض الثلاثي. تمام، اذا مفهوم مرض الثلاسيميا ويطلق عليه اسم اخر وهو أنيميا حوض البحر الأبيض المتوسط نظر لأنه ينتشر بكثرة في المدن والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط فما مفهوم لهذا المرض ثلاسيميا ركزوا أنه إحنا أخذنا تركيب الهيموجلوبين داخل خلايا الدم الحمراء لنرى معا فهو مرض وراثي ناتج عن خلل جيني متنحي هنا نقف عند كلمة متنحي أي يجب اجتماع جيني الطفره لإصابة هذا الفرد في هذا المرض. تمام، إذا هو مرض وراثي ناتج عن خلل جيني متنحي على كروموسوم 11 أو 16، ليس كروموسوم 11 فقط بل 11 أو 16 لأنه مسؤولين كلاهما عن إنتاج السلاسل المختلفة من طبعًا الجلوبين. يؤدي هذا الخلل إلى خلل في تركيب الهوموجلوبين طبعًا الفا أو بيتا داخل خلايا الدم الحمراء. وبالتالي تكسير سريع لخلايا الدم الحمراء لأنها مشوهة ولا يقبلها الجسم وقصور في وظيفتها في نقل الأكسجين تمام وبداية طالما أن الجسم نقص عنده الأكسجين إذا ستصبح عليه الأعراض التالية تغير لون البشرة إذ تصبح مائلة للسواد عدم الرغبة بتناول الطعام تغير لون البول حيث يصبح داكنا، ايضا بطء النمو وتحول لون بؤبؤ العين الى الابيض، تضخم وانتفاخ في الكبد والطحال ويصبح هذا الطحال ضخم مقارنة بالطحال الطبيعي، الاصابة ببعض امراض الجهاز العظمي حيث يعتبر مصنع الدم، لان خلايا الدم الحمراء عندما تتكسر ينتج نقص في الاكسجين لهذا الجسم فيطلب المزيد من الأكسجين، فتأتي إشارة إلى مصنع الدم وهو العظام، فينتج خلايا تالفة أيضاً بسبب قصور والجينات المتنحية التالفة عند هذا الشخص المصاب، لذلك سينتج المزيد من الخلايا التالفة، وأيضاً الخلايا سينقصها الأكسجين مرة أخرى ويزيد الطلب على العظام، لذلك يحدث به المشاكل كما رأينا وهذا الشكل المقابل يبين طحال لناس طبيعيه غير مصابه بالمرض والشكل الاخر الطحال المتضخم لمرضى ثلاثيميا طب لماذا هذا التضخم ما سبب التضخم لنرى سبب التضخم ليستوعب الزياده في تكسير خلايا الدم الحمراء حيث هذه الخلايا تكون تالفة فهذا يعمل على تكسيرها باستمرار اوفر او بزيادة عن المعدل الطبيعي حيث تكون خلاياهم مشوهة وتالفة، يعني بالعربي هذا الطحال يعتبر رادار لدم الانسان، اي خلية تالفة فيتم سحقها والتخلص منها مباشرة، وهؤلاء المرضى خلاياهم تخرج من المصنع وهو العظام تالفة لذلك عندما تمر على الطحال فتكسر اول باول، وبما انه هذا يفوق المعدل الطبيعي فهو عمل زائد فيتضخم الطحال مقابل هذا العمل الزائد عليه. تمام. لنرى الان اليه توارث مرض الثلاسيميا وراثيا. لذلك اعزائي الطلبه. ينتج المرض في التعريف، تعرفنا انه جين متنحي هو الذي يسبب هذا المرض. لذلك ينتج المرض بفعل اجتماع. جيني الطفره مع، اي ليصاب الانسان يجب ان يكون يحتوي على جيني الطفره معا جين واحد لا يكفي للاصابه سيكون حامل لهذا المرض لكن غير مصاب وسيعيش بشكل سليم وتنتج لديه خلايا سليمه تقوم بحمل الاكسجين للجسم بشكل كافي اذا هذا الجين اكيد موجود على اي كروموسوم زي ما تعرفنا على مكان تصنيع الجلوبين هو كروموسوم 11 و 16 وسنعبر عنه جينيا بالرمز A ستار اذا A ستار ستعبر عن جين الطفرة المرض لذلك الرموز الدالة على مرض الثلاسيميا هذه الرموز سنحفظها ونميزها عن أي صفة أخرى في جسم الإنسان فذكر أو أنثى سليم وأنا جمعت هنا ذكر أو أنثى لأنه المرض المتنحي موجود على كروموسوم 11 او 16 اي كروموسومات جسديه لا علاقه لها هنا بالجنس فسواء كان ذكر او انثى سليم كلاهما سيكون اي كابيتال اي كابيتال بشكل نقي او اي كابيتال اي ستار وسيعتبر هذا سليم ايضا لكن من اسين حامل للمرض او هجين اما الذكر والأنثى إذا كان مصاب فالطراز الجيني الدال عليهم سيكون اي ستار اي ونلاحظ هنا اجتماع جيني الطفرة معا لتظهر الإصابة سواء على الذكر أو على الأنثى، تمام. لنرى هذا المخطط لظهور مرض الثلاسيميا في العائلة. أعزائي الطلبة، هنا هذا الذكر الأب والأم كلاهما هذا الشكل الكروموسومات الدالة على المرض نلاحظ هنا أنه كروموسوم الأم أو الأب يحتوي على طفرة واحدة فقط وتكلمنا سابقا لظهور المرض يجب اجتماع جيني الطفرة إذا من هنا الذكر والأنثى كلاهما سليم بين أسين حاملين للمرض واللون الزهري في الأبناء سيعبر عن جين الإصابة بالمرض متى ظهر جين الإصابة بالمرض لنرى الأسئلة المتعلقة بهذا المخطط ونجيب عليها تبعا كما تعرفنا قلنا اللون الزهري يدل على جين الإصابة سنرى ما الطرز الجينية للأباء والأبناء في هذه الحالة هل الجين المسبب للمرض سائد أم متنحي هل يظهر المرض بوجود جين واحد نفسر النتيجة هيا معنا بداية هؤلاء المخطط هي عبرنا عن الرجل سليم من المرض الفتاة أيضا سليمة من المرض إذا طراز الجيني لكل منهما A A ستار طب ليش حطينا A ستار ليش ما حطينا A A أنجبوا فرد مصاب إذا كلا منهما يحمل جين الطفرة في تركيبه الداخلي ولكن لا تظهر عليه الأعراض تمام طبيعة الحال أي سؤال وراثي وتفسير وراثي لازم نوزع الجينات الموجودة لكل من الذكر والأنثى الأنثى لإنتاج الجاميتات فالذكر عند انقسام تكوين الجاميتات حيعطيني A star منفصلة أو A طبعا وكذلك الأنثى A ستار A الأبناء الناتجة ونعرف إنه عملية التلقيح عشوائية لذلك عند التقاء A من الفتاة أو مال مع أي من الرجل سينتج لدينا طبعا طفل سواء ذكر أو أنثى لكن سيكون سليم أيضا A A star إيه اللي إيه هي التقاء العشوائي الآخر برضو حينتج لدينا فرد سليم وأيضا عند العشوائية تكملتها A إيه ستار مع A إيه سينتج لدينا فرد ثالث أيضا يعتبر سليم لا يعاني من هذا المرض وعند التقاء A إيه ستار مع A إيه ستار في هذا الفرد اجتمع جيني الطفرة إذا سيظهر لدي أفراد مصابة سيظهر لدينا أفراد مصابة لنرى النسب الآن كم فرد متوقع إنجابه؟ متوقعها إحنا بنجيب واحد بس هذا الواحد احتماله يكون واحد من هدول الأربعة إذا كم النسبة للمصابين؟ واحد من الأربعة يعني ربع أي بنسبة 25% بينما السليمين سيكون بنسبة 75% يا ترى هل ذكر أو أنثى تزوجا وأقبلا على الزواج؟ يوجد قانون لدينا في فلسطين بشكل عام اللي هو قانون رقم 20 في الصحة العامة طبعا هذا مثلا سنة 2004 في مادة خمسة بيقول أنه يجب على المقبلين على الزواج دراسة أو عمل فحص للثلاسيميا طبعا هذا لإنتاج أفراد سليمة في المجتمع الفلسطيني وعدم إنجاب أفراد مصابة وأي فرد يثبت أنه يحمل جين الطفرة نعمل فحص آخر للزوجة المخطوبة وإذا تأكد خلوها من جين الطفرة إذا طبعا نتمم هذا الزواج، اما اذا تاكد حملها لهذه الطفره وبنفس الوقت هو لديه جين الطفره فيخشو من انجاب اطفال مصابه بالثلاسيميا، وبذلك اعزائي الطلبه نكون قد وصلنا الى نهايه درسنا لهذا اليوم، وفقكم الله ورعاكم، دمتم في رعايه الله.